مستوى عالي من الاحترافيه والموهبه والتميز، ما كان حدا يتجرأ حتى يقلدها. لما دخلت التمثيل من باب العريض وكانت نجمه كبيره تملك تراث متعدده، ما حدا تجرأ الا يعترف فيها ويزقلف. هي ايقونه مشاعه من زمن شويه موجوده بيناتنا اليوم، لانه بحب هالمهرجان، ومش بس انا بحبها، كل الشعب اللبناني بحبها. ايقونه نجمه فؤاد. زميلاتي وزملائي وحشوني، الحمد لله على السلامة. بتمنى لهذا المهرجان النجاح الدائم كما هو دائم، لأني أنا الحقيقة بيديني طاقة إيجابية، ولذلك نزلت من سريري متشالة عشان أجي للمهرجان الزمن الجميل. بنشكر الدكتور ميراج شكر خاص من كل قلب كل فنان، لأنه بيعتني بالفنانين اللي هيعتزل واللي كبر واللي 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 ده شيء عظيم جدا ما بيعملوش حد قبل منه ولا بعد منه هيقدر يعمله. كل سنة وأنتم طيبين. بحبكم بحبكم.